تنضم إلى الاستديو الآنسة أسماء المحمود، مختصة اجتماعية. أهلا وسهلا فيكي أنسة أسماء. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير للجميع، صباح الخير للمشاهدين. شكرا لكم على الاستضافة وتخصيص هيك زاوية من أنواع العنف اللي تعتبر هي غير مرئية وغير معروفة لبعض من السيدات. تماما، مثل ما تابعنا الاستطلاع اللي كان طالع حاليا، حكوا كثير عن العنف الالكتروني وانه تعرضوا له. طبعا في انواع عديده، ممكن تقلينا عن تعريفه وانواعه؟ بالنسبه للعنف الالكتروني هو ظاهره جديده بخلال عالم التكنولوجيا، ظهرت هي من الجرائم الموجوده المتوفره بشكل كثير كبير نتيجه وجود وسائل التواصل الاجتماعي، مرتبطه بتقنيات الحاسوب. بتهدف هذا النوع من الجرائم لتسبيب أذية للضحية أو الناجية. ممكن تكون هاي الأذية جسدية أو نفسية أو مرتبطة بشخصية الضحية بشكل أساسي. طبعاً أنواعه عنا كتير أنواع للعنف الإلكتروني، منها هي متعلقة بتقنيات الحاسوب، منها متعلقة بالأمن الرقمي باختراقات الحسابات الشخصية لأي فرد موجود. طبعا يعني اي حدا ممكن يتعرض لهذا الشيء. طيب طبعاً، كيف بامكاننا انه نوقف هذا العنف؟ هلا كلمه نوقف هذا العنف هي كلمه كثير مطاطه بالنسبه للعنف الالكتروني والوسائل الموجوده له. نحن فينا نحد من هذا العنف بشكل محكم اكثر او كنترول متابع من قبلنا. فينا نشتغل على جانب التوعيه كمجتمع مدني للسيدات بشكل حصري، كونهم هن غير واضح لهم انه هذا عنف الكتروني، ممكن يكون في لوم عليهم انه هن ما عرفانات يستخدموه. فينا كمان جانب كثير مهم انه نسمع للناجيه او الضحيه اللي عم تتعرض لهذا العنف، نسمع اكثر شو اللي صار معها، ونكون في ارشادات لها، ارشادات متعلقه بالامن الرقمي. هاي النقطتين اللي ذكرتهم ما هي نقاط بسيطة، بحاجة للعمل عليها بشكل كتير موسع لنعمل نوعا ما ثقافة عن العنف الإلكتروني. طبعا هي المرأة هي أكثر عرضة للعنف الإلكتروني، أكيد في آثار لهذا طبعاً الموضوع. شو هي ممكن تكون هي الآثار؟ هلأ بعض الآثار عموجب ما احتكاكي بسيدات، وفي شكل كتير كبير من السيدات تعرضوا له بالعنف الإلكتروني. في ممكن منهم إذا عم تشتغل بالشأن العام أو عم تشتغل برا بيتها هي تبطل هذا الشيء، تبطل هذا النشاط، تكون في نوع من العزلة، نوع من الاكتئاب. في منهم بعض السيدات كان الإعلام الأصفر يلي القنوات الوهمية عم تنشر عنهم يعني فكروا للانتحار. بعض السيدات إن قرروا يطلعوا برا البلد نتيجة هذا التعرض لهذا العنف. بتسبب أزمة نفسية كتير كبيرة، كتير عالية، وهي الأزمة النفسية يعني بتأثر عليهم، بتأثر على الوسط المهني اللي هن فيه وعلى الوسط الاجتماعي اللي هن فيه، يعني ما ممكن يتلقوا أي نوع من الدعم نتيجة تعرضهم لهذا العنف. طيب كيف ممكن تتصرف المرأة الضحية المعنفة إذا كان في أي تهديد أو تحرش إلكتروني ممكن يهدد حياتها؟ هلأ بشكل أول إنه هي ما تعطي الشخص يلي هو يعتبر جاني مرتكب جريمة بحقه، يلي هو بيكون أساساً عم يتصرف هذا الشيء لنتائج معينة ليوصل لهدف معين، يلي هي الاستغلال أو الابتزاز أو وصول لشيء بده إياه، فما ترضخ لطلباته، وبنفس الوقت هي ما تساعد معه بمنحة شخصي، يعني ما تشخصن الموضوع معه. فينا تلجأ في مراكز أو صديقة للنساء حماية، فينا تلجأ لها تحكي اللي صار معها، وبإمكانهم يرشدوها لهذا للخطوات الصحيحة لتتصرفها مع الجاني. في جانب تاني إنه هي تغلق وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لها لعبيراست عليها، وما تعطي هدفه ابدا. طيب لانه هو بيكون في شيء معين رح يوصل له، ممكن يوصل لحدا من اهله، ممكن ما تقدر تحكي او ما تسترجي تحكي، فكيف ممكن تتصرف بهي الحاله؟ هلا وطبعا في كثير اهالي يعني ما بيتقبلوا هي الفكره، ان كان زوج او اخ او اب. صحيح، هذا الشيء يعني معروف بالوسط الاجتماعي اللي نحن فيه نتيجه الاعراف الموجوده عنا، ما ممكن يتقبلوا هذا الشيء. فهي يعني اهم نقطه انه ما تصعد بالتعامل معه وما تعطيه المبتغى اللي بده اياه، وبإمكانها هي بس تخبر يعني تحكي الشيء الحاصل معها. وهي دائما نحن بنحكيها انه العائلة بالدرجة الأولى انه تسمعها، تفهم الشيء اللي تعرضت له.
طيب كيف فينا نوجه تعليمات بموضوع الأمن الرقمي أو الحد من الجهل الإلكتروني كحماية الحسابات الشخصية لعدم حدوث أي اختراق؟ كيف ممكن نتعامل مع الموضوع أو كيف فينا نوجه هي التعليمات؟ هلا نحن هي التعليمات دائما بنحطها على عاتق أو مسؤولية منظمات المجتمع المدني، تحديدا المنظمات المعنية بتمكين ودعم النساء، تشتغل على هذا الجانب، على هذا نوع من العنف اللي بالنسبة لكثير من السيدات مثل ما ذكرت بالبداية غير مرئي وغير معروف كون عنا أمية فيه، فيكون في جلسات توعوية متعلقة بهذا الجانب. هي الجلسات تكون يعني مستويات حتى لتفاوت مستويات النساء، هي الجلسات تكون محكمة بشكل أكبر على الأمن الرقمي، في نوع من الإرشادات لازم تتوجه للنساء بشكل عام مو لنساء معينة، يعني مو بس للنساء لهم جانب مهني، لا للنساء بشكل عام هن معرضات لهذا العنف، فنشتغل على هذا الجانب بشكل أكبر. عندنا كثير قلة وضآلة بالمنظمات اللي بتشتغل بهذا الجانب، كثير من المنظمات تشتغل لدعم وحماية المرأة. طيب يعني حاليا عم تقولي في قلة، يعني هل يوجد تدريبات بهذا الموضوع؟ طبعا في منظمتين تعمل، فيني حتى أذكرهم لنوع هيك من الغيرة الإيجابية اللي تكون موجودة، منظمة سلامتك هي بتشتغل على هذا الجانب، ومنظمة عدل وتمكين كمان بتشتغل على هذا الجانب. تمام. فبس ولكن هو غير كافي للعنف يلي عم بيصير بالوقت الحالي. معنى حديثك إنه في أهمية كتير كبيرة للمنظمات المعنية بالتوعية الرقمية. طبعاً لها أهمية ولها مسؤولية بهذا الجانب. طب أنت كشخص كأسماء تعرضتي سابقاً لعنف إلكتروني أو كحادثة يعني ممكن تكون من صديقة أو مقربة إليك؟ هلا في عدة صديقات بالنسبة لي تعرضوا لنوع من العنف الإلكتروني. في حالات يعني مغايرة لبعضها، يعني مو نفس الحالة، يعني مثلا أحد الصديقات هي انتشر علينا بصفحات الصفراء كلام يعني ما بينتسب لها أبدا، كمان كان نوع من الابتزاز لها والاستغلال يعني المحدد. أحد الصديقات كمان هو اخترق حسابها الشخصي الفيسبوك ووصل لحساب ميسنجر وسحب صور لها وكمان صار يهددها فيهم. فهي حالتين مغايرات كسياق معنفات إلكترونية، وبالنسبة للأعراض اللي ظهرت لهم كمان كانت مختلفة، يعني وحدة تعاملت مع الأمر نوعا ما بخف أكثر كون أنه هو عام وهي الصفحة معروفة أنه عم تنشر عن الكل، هيك ما عم تستهدفني بس إلي، هي معروفة الصفحة عم تنشر على كل الناس بهي الطريقة بالإشاعات الغير صحيحة، فكان تعامله مع الأمر أخف. أما الثانية اللي كان في اختراق لحسابها وسحب لصورها فكان عندها حالة نفسية كتير حادة، كتير في عندها كان صعوبة لتجاوز الموضوع، ما تلقت الدعم اللي كان يعني اللي كان يفترض موجود من قبل عائلتها، كان في كتير لوم عليها، يعني ما حدا يقتنع بالرواية اللي تحكيها انه حسابها اخترقوا ليها. فهي الحالتين مختلفات ايه، وبتوقع مو بس هي الحالتين، في حالات كتيرة، في حالات نحن لسه ما عرفناها ما سمعنا عنها نتيجة الخوف من الموضوع. طيب كنصيحة اجتماعية للمرأة الضحية المعنفة شو ممكن تنصحيها؟ هلا كنصيحة عامة نحن يعني نمشي إن شاء الله فيها عليها كلياتنا وننصح فيها، إنه لما عم تتعرض السيدة لهذا نوع من العنف إذا هي كانت عم تشتغل أو يعني أكثر شيء السيدات اللي هن برا بيوتهم أو جوا بيوتهم دائما السيدة اللي عم تشتغل بالشأن العام تتعرض لهذا الشيء، إنه تكفي مسيرة، تكفي دربة، تكفي النضال اللي هي موجودة فيه. هي نوع من الثغرات هي ممكن تتجاوزها، هي أقوى لأنه توقف عندها، فهي ممكن تتجاوز هذا الشيء، ممكن تلاقي حلول بتناسب سياقها بتناسب وضعها، لأنه الحل بيختلف من سيدة لتانية بناء على الشيء اللي هي موجودة فيه، فتلاقي حل للمشكلة وتلاقي حل لهذا الأمر ولا توقف عنده ولا تخليه يأثر على نفسيتها بشكل سلبي لحتى يحد من نشاطها أو من عملها أو من طبيعة تعامله مع أسرتها. طيب أنت كمدربة بالشأن الاجتماعي يعني ممكن حدا لجأ لك سابقا بهذا الموضوع وساعدتي وكيف كانت الطريقة؟ هلأ أنا بالنسبة لي كاللجوء لألك أني أسمع الحادثة، فأنا كنت حدا كتير عم يستمع للقصة بشكل كامل بحذافيرها، شو الشيء اللي تعرضت له، التوقيت، شو المطالب اللي عم يطلبها هذا الجاني لألا لحتى أنه يترك بحالة مثل ما بنقولها بالعامية. فكان دوري أنا أني أسمعها، أحاول أرجدها باستخدامات الأمن الرقمي، تكنولوجيا شلون هي ترجع تعمل حسابها الشخصي بشكل آمن،
شلون بالمرات القادمة ما يحدث معها هذا الشيء، وشلون كمان بدها تتعامل مع الجاني الموجود عندها. فكان دوري أنا استماع بعض الإرشادات والتوجيهات اللي بتناسبها هي واللي بإمكانها تتعامل معهم. وجهتيها أنها تروح لمكان أو تحكي لحدا تاني غيرك؟ هلأ أنا كوني عندي خبرة بمجال الأمن الرقمي فحاولت أني أساعدها فيه، شلون ترجع ضبط الحساب الخاص فيها متعلقة فيها، فحاولت أنا أساعدها بهذا الجانب، حاولت أسمع بشكل كتير يعني كنوع من الاحتواء، حاولت أني أوصلها فكرات عادي تخبر أهلها، هو مو جريمة اللي صار معها، هو جريمة من قبل شخص بس بالنسبة لها ما تعتبره هذا الجريمة وما تعتبره الأمر الكتير كبير، تخبر أهلها تحطهم بصورة الوضع لأنه ممكن هو يتجاوز عتبة مراسلتها يراسل أهلها كون هي ما رح تتجاوب معه، فهي تحطهم بصورة الوضع بشكل كامل، معلج تفرجيهم نوع المحادثة اللي عم يرسل لها إياها، تفرجيهم أنه هو عم بيقول لها عم يخترق حسابها وأخذ هاي الصور، في دلائل بين إيديها بإمكانها تستخدمهم، ونوع يعني من رفع العتبة إذا تم التواصل مع أهلها. فكان هذا النوع من الإرشادات لها والحمد لله هي استخدمت هذا الشيء وما تلقت هذا الـ 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 يعني الضغط النفسي. هي تعرضت لضغط نفسي طبعا، الحالة ما أنا بسيطة، لمجرد أنه وجود صورة عند شخصية مجهولة غير معروفة هي ضغط نفسي كامل، فبس نوعا ما تجاوب أهلها معه اللي هو يعتبر مقبول خفف عليها وطئة الضغط النفسي. تمام، الله يعطيك العافية أنسي أسماء المحمود، كنتي معنا داخل الاستوديو، شكرا كثير لحديثك ولحضورك اللطيف معنا. الله يعافيك يا رب، وشكرا كثير لكم، والله يعطيكم ألف عافية. مسكين يا رب، شكرا.